السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة، معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز بداية من اليوم بإذن الله تعالى الاثنين 21/2/2022، الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز. اليوم متابعين الكرام عندنا مباراتين، المقاولون العرب يلعب أمام سموحة الساعة 5:30 مساء بتوقيت مصر، والقناة الناقلة قناة بين سبورتس اتش دي اسف قناة اون تايم سبورتس اتش دي 2 اون تايم سبورت الثانية، ومعلق المباراة بلال علام، توقيت كله توقيت مصر يا جماعة. طلائع الجيش يلعب امام فاركو الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة قناة اون تايم سبورتس اتش دي 1 اون تايم سبورت الأولى، معلق المباراة حاتم بطيشة. يوم الثلاثاء 22/2 بإذن الله تعالى عندنا ثلاث مباريات، سيراميكا كليوباترا يلعب امام غزل المحلة الساعة 3 عصرا او مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة قناة اون تايم سبورتس اتش دي 1. بعد كده انبي هيلعب امام الاتحاد السكندري الساعه 5:30 مساء بتوقيت مصر، القناه الناقله اون تايم سبورتس اتش دي 2 اون تايم سبورت الثانيه. النادي الاهلي هيلعب امام نادي مصر المقاصه الساعه 8 مساء بتوقيت مصر، القناه الناقله قناه اون تايم سبورتس اتش دي 1 او اون تايم سبورت الاولى. متابعين الكرام، يوم الاربعاء 23/2/2022 ايسترن كومباني او الشرقيه للدخان يلعب امام نصر البورسعيدي الساعه 3 عصرا او مساء بتوقيت مصر، القناه الناقله قناه اون تايم سبورتس اتش دي 2 او اون تايم سبورت الثانيه. النادي الاسماعيلي يلعب امام نادي الجونه الساعه 5:30 مساء بتوقيت مصر، والقناه الناقله قناه اون تايم سبورتس اتش دي 1 اون تايم سبورت الاولى. يوم الخميس 24/2/2022 باذن الله تعالى البنك الاهلي يلعب امام بيراميدز الساعه 5:30 مساء بتوقيت مصر، والساعه 6:30 مساء بتوقيت مكه المكرمه طبعا، القناه الناقله قناه اون تايم سبورتس اتش دي 1 اون تايم سبورت الاولى. وتم تاجيل مباراه الزمالك متابعين الكرام امام فيوتشر لاجل غير معروف في هذه الجوله. متابعين الكرام، اشترك في القناه وفعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو، وانا معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.